السلام عليكم. استكمالا لسلسلة الرز اللي بدأناها سوا، هنعمل النهاردة رز حكاية هتدمنوه حرفيا للي ما جربش يعمله قبل كده. هنعمل رز بطعم مكسيكي، رز بالخضار والفاصوليا الحمراء، حاجة كده طعمها وهم والولاد هيحبوه جدا. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي بمنتهى السهولة. طبعا احنا قلنا كتير بننقع الرز ساعة وبعدين بنغسله لغاية ما المية تبقى صافية جدا. دلوقتي في حلة هحط شوية من زيت الزيتون وشوية من الزبدة. طبعا المادة الدهنية دي بترجع للذوق الشخصي، ده اللي انا اخترته واستعملته. بس الرز ده ما بيليقش عليه السمنة خالص، في انواع رز بيليق عليها السمنة جدا اكتر من اي حاجة زي رز بالشعرية كده. وهنزل بقى دلوقتي ببصلة مفرومة او متقطعة مكعبات اللي تحبوه، مفيش مشكلة اللي متاح عندكم، وهقلبها لغاية ما تبقى شفافة. والبصل الاحمر بيليق قوي 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 على نوع الرز ده. اول ما تبقى شفافة هنزل بالرز بتاعي اللي نقعاه ساعة وغسلاه كويس جدا جدا لغاية ما المية تبقى شفافة ما فيهاش اي لون خالص. وزي ما اتفقنا في فيديوهات الرز قبل كده، انا بشوح لمدة دقيقتين لثلاث دقايق الرز ياخد من الزبدة ويتغلف بالمادة الدهنية. ده بيفرق جدا في فلفلة الرز وسواه وكمان طعمه. اهو بفضل اقلب لغاية ما الرز تتغطى خالص بالزبدة وتتشوح حلو قوي. هنزل بقى دلوقتي بثلاث فصوص من الثوم المفرومين. التوم الفريش دوره هنا في الرز ده هايل، هيدي طعم يجنن. كل حاجة هنحطها في الرز ده هتخليه وهم ومش هتبطلوا تعملوه حقيقي. وبكمل تقليب عشان التومة كمان تبتدي تتشوح وتاخد من الطعم والطعم ياخد منها. اهو دقيقة كمان. هنزل بقى دلوقتي بالفلفل الرومي اللي انا مقطعاه مكعبات. عندكو الوان اوكي، ما عندكوش حطوا فلفل اخضر، بس الميكس ده بيخلي الطبق يجنن كطعم وكلون، وانتوا عارفين قد ايه بحب الالوان. هنقلب بقى الفلفل. الفلفل هنا دوره عظيم جدا. الفلفل اصلا دوره عظيم في اكلات كتير قوي، ما بنبقاش حاسين انه هيغير في طعمها، بس فعلا بيغير في الطعم وبيوديه في حتة احلى واحلى. دلوقتي بقى جه دور الخضار. الخضار المتاح عندكم حطوه، الفروزن هو احسن حاجة تليق على الرز ده. انا حطيت فاصوليا وجزر وسويت كورن، وكمان هزود سويت كورن اللي هي الدورة الحلوة، وبسلة، اللي يعجبكم حطوه. انا هزود في الاخر كمان دورة تاني لان الولاد بيحبوا الدورة جدا. هقلب كمان كويس. الخضار كمان لازم ياخد تشويحة، ما تخافوش ان الرز كل ما يتشوح كل ما هنلاقي ان هو استوى معانا بسرعة وبمنتهى السهولة وما ياخدش مننا مية كتير زي ما احنا متخيلين. ومعلقتين بقى كبار من الصلصة، وده حسب اللون اللي انتوا عايزينه. انا حطيت معلقتين ونص كبار، ممكن تزودوا كمان معلقة لو عايزينه لونه احمر قوي. وهتشوفوا النتيجة هتطلع ازاي بالمعلقتين المعلقتين ونص دول. وبقلب الصلصة كويس جدا، النار مش عالية قوي زي ما انتوا متخيلين، خلوها متوسطة. هنشوح بقى الصلصة مع كل الحاجات دي دقيقة كمان. ودلوقتي بقى هنحط التوابل اللي تحبوها. انا مش هصعب عليكم الامور واقول لكم حطوا توابل مكسيكيه لانها مش متوفره عند كل الناس، فالنهارده مش هنعمله بتوابل مكسيكيه، هنعمله بتوابل موجوده عندنا في البيت علشان نسهل للي ما عندوش التوابل دي. عندكم حطوا منها. هحط الملح بتاعي، وهحط معلقة من الأوريجانو أو الزعتر البري، برضو بيديله طعم. أنا بعشق حاجة اسمها أوريجانو يا جماعة، بتغير طعم الأكل جدا، بس طبعا مش كل الأكلات. هنزل كمان بمعلقة صغيرة من الكمون. الكمون مش هتحسه بطعمه، بس بجد هيدي طعم مع الخليط ده تحفة. معلقة صغيرة من الكمون اهي، وكمان معلقة من البابريكا، اساسي هتساعد في اللون وهتساعد في الطعم. بس كده عندكم بهارات مكسيكيه حطوا، ما عندكوش حطوا التوابل دي، هتديكوا الطعم اللي احنا محتاجينه، بالعكس كمان هتبقى احلى واحلى. وبقلب كويس جدا،
وما ننساش بقى حاجة مهمة، مرق الدجاج، هنزل بمكعب مرق دجاج برضو هيفرق في الطعم جدا. وخلاص يلا بقى ننزل بالمية المغلية بتاعتنا. وتاني هقول لكم بالنسبة للمية، زي كل فيديوهاتي اللي عدت، انا ما بعملش رز البسمتي كوباية ونص دي ابدا، انا بعمله معاملة الرز العادي، ولو احتاجنا مية نبقى نزود، لان كل رز بيختلف عن التاني، فما نحطش مية كتير ونلاقيه عجن مننا. حطوا مية على القد في الاول وهتلاقوه استوى منكم، وممكن جدا بنسبة 99% ما يحتاجش مية ازيد، وده اللي بيحصل معايا في معظم الاوقات. خدوا بالكم ان التشويح اللي احنا شوحناه ده بيساعد جدا ان هو ما ياخدش مية كتير خالص، فما تستعجلوش، حطوا مية يدوبك زي الجزء العادي، وبعدين لو احتاجتوا زودوا، بس هتلاقوه استوى معاكم خالص. اول بقى ما يبتدي يغلي، شايفين المية مش عالية قوي ازاي، زيها زي الرز العادي. اول لما يبتدي يغلي ويبتدي يعمل البابلز، هحط رشة من الفلفل الاسود، بتدي طعم حلو قوي. وهتقولولي الله، وانتي مش قلتي كنتي عاملاه بالفاصوليا الحمراء؟ فين الفاصوليا الحمراء دي؟ هقول لكم لا، انا مش نسياها، بما ان انا بستعمل فاصوليا حمراء معلبة، فهي بتبقى مستوية وانا مش عايزاها تتهير وتتهرس جوه الرز، فده بقى الوقت اللي نحطها فيه اول ما الرز يبتدي يغلي وهبتدي اوطي عليه. لا، نبتدي بقى دلوقتي، هو ده الوقت المناسب ان احنا نحط الفاصوليا، وكمان هزود سويت كورن او ذرة حلوة زيادة عليه. وبما ان هما مستويين، بس هقلب ووطي وغطي 25 دقيقة. شايفين البابلز اهو، هحط بقى فلفل حامي كده على الوش، يا سلام حكاية. نغطي بقى 25 دقيقة ونرجع نشوف بقى عامل ازاي بعد 25 دقيقة. بصوا بقى الجمال، الريحة حكاية، الفلفلة وهمية، الطعم مش قادرة اقول لكم، من الرز اللي لازم تجربوه هتعتمدوه، مش محتاج حاجة جنبه من جماله بجد، يعني اعملوا جنبه اللي تحبوه، بس هو تحفة بجد، هتقعدوا تاكلوا فيه وتسيبوا اي حاجة جنبه تانية. كده عملنا بلاي ليست كاملة لانواع رز هنفضل نضيف عليها، هحط لكم اللينك بتاعها للي ما شافهاش. وما تنسوش اللايك والشير، وتابعوني هنعمل مع بعض حاجات كتير قوي. باي باي.